اي حد هيحسب الموضوع كده في دماغه هيلاقي ان في نقطتين ممكن يخوفوكي كده. اول نقطه ان المسلسل بقاله سنين كتيره حقيقي واجزاء كتيره حقيقي. معظم اللي موجودين فيه يعني مؤسسين للكبير موجودين من الاجزاء الاولانيه حقيقي. فكره ان انت جديده بقى في الموسم ده عملت ايه علشان تبقي داخله في المود العام؟ والله ما فكرتش قوي يعني الواحد لما بيفكر زياده عن اللزوم يعني رجله بيكعبل اكتر فاهماني فحاولت ان انا اصفي ذهني شويه وحاولت ان انا اسيبها على الله يعني زي ما بيقولوا واعمل اللي عليا واشتغل واعمل اللي عليا واذاكر بحيث ان واروح ارجع للمخرج اقول له بص انا عايزه اعمل كذا اظبط مع الممثلين الحاجات دي كلها بتفرق يعني. تاني حاجة كل الناس متوقعة ان كنتي هتخافي منها ان دور مربوحة هو الدور اللي هيكمل اللاين اللي مكان هدية. احنا كلنا طبعا شفنا انت كتبتي على السوشيال ميديا وان انت من البداية مش حابة ان حد يقارن لانك شايفة ان دنيا ليها جمهورها وان انت مقديمة بس برضو ما خفتيش شوية ان احنا المصريين انت عارفة مهما انت تقولي احنا هنقارن. ايوه فعلا. ما لقيتكيش الحتة دي شوية؟ بصي انا في بوست قريته على الفيسبوك مش فاكرة مين اللي كتبه كان كاتب حاجة جميلة جدا بخصوص الموضوع ده. كاتب ان حاجة فيما معناها يعني ان المقارنة موجودة طول الوقت في المجتمع وحواليك يعني في البيت انت وانت قاعد على الفطارة هتلاقي طنط بتقارن ابنها بابن فلانة اللي بياكل بيضتين مش بيضة واحدة طول الوقت هيبقى في مقارنة فده اصلا موجود عندنا في مفاهيمنا وده مترسخ اوريدي عندنا فطبعا توقعت ان المقارنة دي تحصل بس انا فكرة ان انا بحب فنانة اسمها دنيا سمير غانم طبعاً. الناس مش فاهمة يعني او ما كانتش عارفة عشان كده كتبت البوست ده انا فعلا من عشقها انا بحبها جدا بحب شخصية هدية دي جدا طبعاً. يعني انا لسه كنت بقولك انا يعني بقول لميكي انا مبسوطة قوي ان انا اشتغلت معاك انا في يوم من الايام كنت من جمهور الكبير فبحب كل شخص بفزاع بقى بهدرس بالحاجات دي كلها بالنسبة لي كانت واو يعني. وانتي عملتي كده خط بعيد عن هدية يعني كأنها فعلا الناس كلها توقعت اللي هيجي هيقلد شوية هدية بطريقتها انتي عملتي برضو خط مختلف. هو من البداية كان متعالج في الكتابة وده كانت حاجة لطيفة جدا كانت متعالجة في البداية ان هي تبقى كاركتر جديد دخيل على الكبير شقيانة يعني والله لا بس مالتي تاسك لا يا مالتي تاسك بس مالتي تاسك يا وعجبني خالها كمان يعني عادوا تاتش كده خيال لا وهي تمام هزقني انا معاك انا معاك شغالة انا واخدة على كده تمام هي من البداية زي ما احنا بنقول خطفت قلبنا بس احنا عايزين نعرف البداية الحقيقية اول مشهد اتصور كان مشهد ايه لان طبعا الدراما مش بتتصور بنفس الترتيب اول مشهد اتصور تقريبا لسه ما اتعرضش مش فاكراه صدقيني بس هو تقريبا لسه ما اتعرضش اول لما تعدى كتبت انا بس عندي مشكله فعلا عظيمه ان انا ذاكرتي مش كويسه خالص يدم على بعضينا ولا بحفظ اسامي ولا ارقام ولا حاجه يعني ترتيب الحاجات عندي ضايع